عمت أمطار الخير والبركة مختلف محافظات مملكة البحرين، وقد شهدت المملكة هطولا متوسطا وغزيرا للأمطار الرعدية بدأت الليلة الماضية مصحوبة بهبات شديدة السرعة من الرياح، واستمر الهطول في مختلف مناطق المملكة على فترات متفاوتة. ومع بداية اليوم تهيأت الفرصة مجددا لهطول أمطار الخير مع تكاثر السحب في جهة الغرب، حيث تساقطت الأمطار بشكل مختلف الشدة وكانت رعدية أحيانا مصحوبة بهبات شديدة السرعة. هذا واستقبل المواطنون والمقيمون بالفرح هذا العطاء، مستبشرين به خيرا في هذا الوقت من العام ومتوجهين إلى الباري جلت قدرته أن يجعلها سقيا رحمة على مملكة البحرين وأهلها.